انا اتظلمت كتير وشفت قسوة كتير، انا اتظلمت يا ناس كتير وشفت قسوة، محدش يقول لي معلش وسامح، لا 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 لا، ولا حد يفكرني بالماضي اللي راح، ده انا اتنفخت كتير وشفت قسوة كتير. ما خلاص يا عم حسن الاسمر، ما خلاص اغسل الحاجات المقرفة اللي كنت بشم ريحتها. الله يقرفكوا ريحة غسلكوا نيله. اغسل يا عبد يا اسود الوجه. كلكم وهدومك انت كوم. اتاريك ما بتدخلش الحمام. ما انا خلاص بقى خليت المشكلة دي بالنسبة معاك انت. انت بعد كده يا نتنياهو يا معفن. بقول لكم إيه؟ عمنا عايزنا، ما تيجوا نشوفوا. نروح له عمنا، بس نروح له بقى ايه؟ بالطريقه الجديده كده اهو. إيه؟ كله معايا. يلا نروح لعمنا كده. ايوه كله فوق غنى. عز يا ابني كتفنا هياخدنا ويطير. عز يا ولا يهمك يطير نجيب ولا تاني. الله ونعم الوكيل. لا انا تعبت، انا تعبت. بص ملبسني ايه؟ مش قادر مش قادر. الطفيه بيمرمطني، بلم الدود بالارض. حرام هما بيعملوا فينا بلاوي، انا مش فاهمه ايه البلاوي دي كلها. خلاص يا جماعه خلاص، هاني كلها كام يوم ونرجع ناخد فلوسنا تاني. استحملوا ايه ده؟ قاعدين بيصرفوا الفلوس وقاصدين يا اخي. لسه في شويه، لسه فاضل اسبوعين وانا مش هقدر استحمل الاسبوعين دول الصراحه. اسبوعين يا حلوه يا بوسي يا كتكوته، انت ما تعرفيش اللي فيها. فيها ايه؟ فيها ايه اكتر من كده؟ جوزك ياسر مال مبعتر الفلوس على النسوان. يعني ايه مبعتر الفلوس على النسوان؟ انا مصوره لك اهو. مصوره؟ بس مفيش حاجة باينة في الصورة. لا ده فيديو. فيديو؟ فيديو اهو بص. ايوه ما هو ما هو لوحده اهو، مفيش حد معاه. طب علي الصوت طيب وهيشتغل. خلاص اهو. بيدي النيلة. بصوا يا جماعة، احنا لازم نفهم الحرام اللي احنا بنعمله ده. قولوا لله أكل الحرام يخاف. لا قول له أنت، أنا مش فايز. ما تقرفناش في حياتنا، أقول لك ما تقولوش حاجة. خد انت شيش حجر دماغ. حجر ايه يا عم؟ انت جايب لي لي من غير شيشه يا عم؟ انت مسطول، ما الحجر اهو حاسب هيولعنا. شد 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 شد. ايه رايك؟ ايه ده انا جيت اشتغل واشتغلني وطلع دخان. يا جدعان انتوا القعده دي مش هتنفع، القعده دي لازم نطريها بنسوان. انا جايب لكم نسوان، خشوا يا نسوان اتفرجوا بقى على النسوان اللي جايه. بصوا ايه ده حبيبتنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. وانت كمان والله. والبرتيتا وحشتني جدا. والله البرتيتا هي اللي وحشاك. بس انا زعلانه منك. ليه؟ المره اللي فاتت قعدت تشربني في حاجات كده ما عملتليش دماغ. انت اللي دماغك تقيله، انا شربتك 3 طن ويسكي و2 طن بيره ونقلتين رمله. يا ولاد انا لو بسكر عمره كان زماني شطبتها. طب بقول لك ايه؟ هات لي اجمد حاجه عندك. حاجه جديده ما اتشربتش قبل كده؟ خد اشربي ده. وده بيتفتح منين؟ لا ده لو اتفتح يفور. ده تاخديه تلزقيه على دماغك يعمل احلى دماغ. ده هو تلاقيه هنا بلسم بس في الكباريه شقي. سلم على طنط يا حبيبي. ازيك يا حاج؟ حافظ جدول الضرب من غير دروس بجد؟ والله بصي بلسم سمعها يا حبيبي. ها؟ 2 في 2 ب4 و2 في 3 ب6 و2 في 4 ب8 ايه ده؟ ده احنا اللي بنجاوب. زكي الولد زكي ما شاء الله. طب بقول لكم ايه؟ ايه؟ انا عايزه اقول لكم على سر ما قلتهوش لحد قبل كده. قول. انا دخلت السجن. ليه؟ كان في 6 شباب عايزين يسرقوني. وعملت ايه؟ اغتصبتهم. كان منهم واحد اسمر وسنته مكسوره؟ وحش. كان فيهم واحد قصير وبشعر ما بينطقش. خليتينا انطلق. خليتينا انطلق. ايه ده؟ هو انتوا؟ ايوه احنا بتوع قضية رأي عام. انا يسرى. وانا لقاء الخميس. وانا اللي رفعت القضية. وانا الرأي العام. ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين؟ ايه مالك كده؟ ايه الهقل؟ انتوا سكرتوا ولا ايه؟ ايه الشياكة والحلاوة دي؟ ايه رأيك في اللبس ده؟ جايباه من فرنسا؟ وعلى كده بقى هي دي العود الفرنساوي؟ لا دي الفرن الفرنساوي.
والله بعشق قعدتكم. والله واحنا. بس انا عايز احكي لكم على حاجه غريبه. ايه؟ عندي خدامه ما شفتش زيها قبل كده، كل ما اطلب منها حاجه تجيبها وتركع تحت رجلي. اقول لها يا بنت هاتي قهوه، تجيب القهوه وتركع تحت رجلي. هاتي سحله، بتجيب السحله وتركع تحت اي حاجه، تركع تحت رجلي. دي جنسيتها ايه؟ هنديه. اه، ما الهنود بيعبدوا البقر. والله عمال افكر. ايوه صح. بص بقى يا ياسر، انا جاي لك بقى عشان المفيد بتاعنا. ايه هو؟ انت امبارح خسرت 25000 جنيه. والله كنت هكسب، بس انا خني الحظ. ومين قال لك ان انا عايزاك تكسب؟ ده انا النهارده جايبه لك 100 وعايزاك تخسرها. عايزين اخسر كل الفلوس؟ اه طبعا يا رجاله، عايزين اخسر كل الفلوس. من عينيا الاثنين بس كده. يلا بينا بقى نلعب. يلا بينا. يلا، عشان كمان الفيديو الممري مش هيشيل اكتر من كده. احنا لازم نقفل بسرعه. يلا العب. نهار اسود يا سعاد. فلوسي يا لهوي. سعاد خلصت فلوسك. يا لهوي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما خلاص خلاص، ما بقاش معانا فلوس. يا لهوي، يرضيكوا اللي بتعمله؟ شفت يا رامي؟ شفت سعاد بتعمل ايه؟ لا بس بنت عمكم واتت بصراحه، ماسك اربع شباب مسيطره عليهم كلهم. ده في الواد الصغنن ده حطتها. شفت شفت الفيديو؟ دمه خفيف قوي. بالذات ياسر ده كان عسل. يعني عسل ايه؟ انا لازم اكلمه واطربق عليه الدنيا. الفلوس هتقلبت. يلا شوفها عايزه ايه. هي مين؟ الو اختك، شوفها بتعيط. شوفها. ايوه يا استاذ هشام، عامل ايه؟ اه انا جوه الفيلا. طيب ماشي، انا ده. ايوه انا جوه الفيلا حالا اهو. ايوه ايوه. اه انا في الصاله، في عمود اسود طويل. اه تمام ماشي، يلا مستنيك. سلام. ايه ده؟ تصدق انا ما شفتش المنظر ده من ايام فوازين نيلي؟ انت مين يا عم؟ انا المعلم ملواني، تاجر الكوكايين. وملك فخور قوي كده زي ما تكون مدير بنك يعني. اكدب يعني؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، استاذ هشام كان باعت يجيب شويه كوكايين. كوكايين؟ اه ده كوكايين هايل، ممكن تجرب. ببلاش؟ ببلاش. اجرب. اتفضل. ايه ده؟ ده نيدو. نيدو ايه يا؟ انا اسف. بتشممني من بودره يالا؟ الشنطه دي كلها كوكايين. امال ايه النيدو ده؟ اعتبره مكمل غذائي، ما فيهاش حاجه. انت جاي تغسيني هنا يالا؟ انا اسف، ادي بس الشنطه دي لاستاذ هشام، هي فيها كل الكوكايين. الله، وانا ادي له الكوكايين وانا اخد ايه؟ هتاخد زنوب. طب بص بقى، انا عايز اسالك سؤال مهم. قال هشام حاسبك على المخدرات دي؟ يا ده راجل عسل. الحاجه ام 5000 جنيه بيديني فيها 25000 جنيه. شكله واحد على واحد واقع على واحد مقطف مقطف، شكله واقع على واحد دهوف. اللي ما قلتليش انت مين انت؟ انا الدهوف. انا العقيد محمد حسام حلمي من مباحث المسطحات المائيه والكوكايين. والله ده 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 اخرس يا كلب. ده نيدو. امشي من هنا دلوقتي حالا، ولو هشام كلمك لمده 3 اسابيع ما تردش. انا يا باشا والله ده نيدو يا باشا، والله نيدو. بيجيب مخدرات بفلوس. صرف فلوسك انت كمان يا ابني، اعملوا زي، ركزوا معاهم. انا بركز مع توفيق، ما بيصرفش حاجه خالص. طب وبعدين؟ انت اقل حاجه اتقال عليك ان انت راجل بقطف. يا راجل يا غلبه. ايه ده؟ انت مستني حد؟ انا مش مستني حد. انت متنيل؟ لا مش متنيل. خلاص شوف بقى مين. توفيق